هنتكلم دلوقتي ان شاء الله على شابتر 5، وهو اخر شابتر عندنا. شابتر 5 بيتكلم عندنا على الجوديشال سيستم ان ايجيبت. عندنا كام هيئة قضائية؟ عندنا the judicial system in Egypt is branched into as follows: the Supreme Constitutional Court، المحكمة الدستورية العليا، the ordinary judiciary، القضاء العادي، the administrative judiciary اللي هو الكونسي دتا او ال state council اللي هو مجلس الدولة، the department of the state solicitors هيئة قضايا الدولة او بنسميها محامي الحكومة، and the administrative prosecutions اللي هو النيابة الادارية. سريعا كده هنتكلم على كل واحد كده briefly، لان احنا هنركز على حاجتين بس او two branches only from the judicial system اللي هو administrative judiciary اللي هو the state council والordinary judiciary القضاء العادي والقضاء مجلس الدولة. بعد كده بنتكلم على المحكمة الدستورية العليا. مهمة المحكمة الدستورية العليا زي ما قلنا وبنقرر قبل كده ان مهمتها هي الفصل في مدى دستورية القوانين الصادرة من مجلس الشعب ومدى تعلقها او مطابقتها للدستور. كويس، في حالة عدم وجود تطابق ما بينهم زي بقى ما قلنا الـ ordinary legislations must not contradict with the constitutional legislations والكلام ده كله. ده بالنسبة للمحكمة الدستورية. بعد كده عندنا the department of the state solicitors اللي هي هيئة قضايا الدولة او بنسميها محامي الحكومة. ايه بقى مهمة الهيئة دي؟ ان حضرتك لما ترفع على اي وزير بصفته من اعضاء الحكومة، الهيئة دي بتبعت محامي. كويس، بتبعت محامي للدفاع عن هذا المسؤول او هذا الوزير. تمام، هي دي هيئة قضايا الدولة او بنسميها محامي الدولة. كويس، and the administrative prosecution اللي هي النيابة الادارية. النيابة الادارية هي اللي بتتولى التحقيق مع الموظف الاداري، وكمان بتطبق عليه جزاءات إدارية. تمام، بعد كده بنبدأ نتكلم طيب هنتكلم بقى عن الordinary judiciary اللي هو القضاء العادي. The judiciary is concerned with all cases and disputes which the state not enters as a party having power and sovereign. زي ما قلنا ان احنا الordinary judiciary ده it is a judicial body that examine all cases between individuals. هو هنا بقى بيقول لي ان القضاء العادي بيختص بكل المنازعات اللي الدولة بتخشها as a private person not as sovereign authority or having a power. كويس، هو ده اختصاص القضاء العادي، لان الدولة لو داخلة بوصفها كدولة عندها sovereign authority، نفتكر الكلام sovereign authority public utility a public benefit او extraordinary power او representative of society، على طول القضية لازم تروح فين يا شباب؟ ال state council اللي هو مجلس الدولة. The jurisdiction of the judiciary differs according to the kind or nature of the case or dispute. طبعا الاختصاص بتاع القضاء هنا بيختلف من حسب النوع وحسب المنازعة بتاعت القانون. تمام، طيب عندنا بقى علشان نبقى عارفين ان احنا اي محكمة بنخشها لازم نلاقي فيها كام غرفة؟ اربع غرف، يعني اربع محاكم او اربع انواع من المحاكم. اول حاجة عندنا الكريمينال، وعندنا الكوميرشال، وعندنا السيفل، وعندنا الفاميلي ديسبتس. يعني اي محكمة جواها اربع غرف. غرفة بتختص بالفصل في المنازعات الجنائية الكريمينال ديسبوتس، وغرفة بتختص في الفصل في المنازعات المدنية سيفل ديسبوتس، وعندنا غرفة بتختص في الفصل في المنازعات التجارية الكوميرشال ديسبوتس، وعندنا كمان الغرف اللي بتختص في الفصل في المنازعات بتاعت المحكمة الأسرة اللي هي ما تسمى بالفاميلي cases. The courts or each court compares
criminal and civil divisions, the courts that are exercising civil jurisdictions deal with civil and commercial and family cases. Civil and commercial cases include disputes concerning, for example, contract sale, lease, and banks transaction, while family cases concern matrimonial disputes such as actions for divorce or for alimony. يعني المحاكم دي بتختص بالمنازعات اللي فيها مشاكل شخصية أو مشاكل تتعلق بالأسرة. الماتريمونيال ديسبوتس دي يعني نفقة المسائل الشخصية, و such as actions for divorce الطلاق or for alimony اللي هي نفقة الزوجة المطلقة. طيب عندنا بقى الـ structure of the judiciary, أنواع المحاكم, درجات المحاكم. دايما نسمع ان في مصر التقاضي بيبقى على درجتين. ايه بقى انواع المحاكم او درجات التقاضي؟ ان هي عندنا 4 levels. عندنا من فوق اعلى درجة the court of cassation اللي هي محكمة النقض, the court of appeal اللي هي محكمة الاستئناف, the primary tribunals اللي هي المحاكم الابتدائية والسامري تريبونز اللي هي المحاكم الجزئية. نبدأ بقى بعد كده في الكورت اوف كاسيشن, دور محكمة النقض اللي هي اعلى درجات التقاضي. بيقول لك it is the supreme court which the jurisdiction covers the whole country, هي محكمة واحدة على مستوى جمهورية مصر كلها, واختصاصها بتختص بكل المنازعات اللي في البلد كلها. يعني اي حد اي قضية في المنيا, في اسيوط, في الاخر ممكن يطعن بالنقض امام المحكمة بتاعة النقض اللي هي موجودة في وسط البلد, طبعا اللي هي ما تسمى بدار القضاء العالي اللي هي جنب نقابة المحامين. طيب تعالوا بقى نشوف الفانكشن بتاعها. Its primary function is to secure a uniform interpretation and application of the law. يعني الفانكشن بتاعها دايما انها تشوف هل في تفسير وتطبيق للقانون صح ولا غلط. عشان نبقى فاهمين انها ما بتحكمش في النزاع, هي بس مهمتها عند حصول الطعن بالنقض انها تشوف في تفسير صح للقانون او تطبيق صح للقانون. طبعا مادام محكمة النقض دي محكمة زي أي محكمة عادية, هيبقى فيها كام غرفة؟ هيبقى فيها 4 غرف: civil chamber, criminal chamber, family chamber, و commercial chamber. تمام. When an objection for cassation is submitted, the court does not substitute its own judgment. يعني لما يبقى فيه طعن بالنقض المحكمة ما بتقولش حكمها, but rather supervise and also name indicates the challenged court of appeal judgment and may vacate the judgment, and in this case it returns the case to the court of appeal to restore hearing it. يعني في الواقع انها بتبقى عاملة زي المدير او الرقابة, لو لقت الحكم في تطبيق للقانون غلط او تفسير للقانون غلط ايه اللي بيحصل؟ vacate the judgment, بتلغي الحكم وتبدأ ترجعه تاني لمحكمة الاستئناف عشان تقول لها يا محكمة انت اخطأتي في 1 2 3, اتفضلي احكمي بالكلام الصح, وتكتب لها ان يجب مثلا تطبيق المادة رقم كذا من القانون رقم كذا, وان التفسير يبقى ياخد اطار معين غير التفسير اللي المحكمة كاتباه. يبقى المهم قوي ان انا بعرف ان المحكمة, محكمة النقض الكورت اوف كاسيشن دي السوبريم كورت, دي اعلى جهة او اعلى محكمة في القضاء العادي. الجوريزديكشن بتاعها كفر ذا هول كونتري, اختصاصها بيغطي الجمهورية كلها. دورها بينحصر في سوبرفايز, كويس, جهة رقابية, وبتلغي الحكم vacates the judgment and return it back to the court of appeal to restore hearing it.